السلام عليكم أعزنا الصغار، درسنا اليوم هو النص السمائي بعنوان مكتبة. إذن ألاحظ وأتوقع. نعم، ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم، نلاحظ كتبان، طاولة، حاسوب. نعم، إذا هذه الصورة تعبرنا عن ماذا؟ عن مكتبة. المكتبة هو المكان الذي نخصصه لغرفة نخصصها للكتب، نضع كتب في رفوف ونقوم بالدخول إليها قصد المطالعة أو البحث. نعم، إذا اقترح عنوانا آخر للنص بإضافة كلمة. مكتبة، مكتبة، ماذا يمكن نقول؟ مكتبة جميلة، مكتبة رائعة، مكتبة منزلنا. إذا انطلاقا من المشهدين أتوقع موضوع النص. إذا النص الذي سنقوم بسماعه الآن يتحدث عن ماذا؟ نعم، إذا الآن سوف نستمع إلى النص. مكتبة خصص الوالد في البيت غرفة تضم آلاف الكتب، يتوسط رفوفها مجلس للقراءة مكون من طاولة وعدة كراسي، وفوق الطاولة حاسوب ودرج يشمل عدة أقراص مدمجة. طالما لاحظت هناء وسعيدة والدهما وهو يدخل المكتبة ويغيب فيها لساعات، كانتا تعرفان أنه يقرأ. تعجبا للوقت الذي يقضيه في القراءة كل يوم. قالت هناء لأختها: والدنا يحب الكتب. فردت سعيدة: لأني لا أعرف ما فيها، صرت مشتاقة لقراءتها. قالت هناء: وأنا أيضا. طلبت هناء من والدها استضافتهما في مكتبه، رحب بهما وأخذ يشرح لهما محتوياتها. أحس الوالد بابنتيه وهما تشعران بشيء من الهيبة، فقدم لهما شرابا ثم عاد ليجول بهما بين رفوف المكتبة وهو يعرفهما بالكتب التي تحتويها والأقراص المدمجة ومحتوياتها. بعد تلك الجولة جلس الوالد إلى ابنتيه ينتظر منهما قول شيء. قالت هناء: يا أبي، هل قرأت كل هذه الكتب؟ رد عليها: ليس كلها. وسألته سعيدة: لماذا تقرأ في ساعات في اليوم؟ رد عليها: لكي أثقف نفسي وأستمتع بمتعة القراءة التي لا تضاهيها متعة أخرى. وأنتما لماذا لا تقرآن الكتب؟ ردت هناء: نحن نقرأ كتبنا المدرسية. فقال لها والدها: جميل، لكننا
إنها وحدها لا تكفي لتثقيف الإنسان، فغذاء الروح كغذاء الجسد يجب أن يكون متنوعا غنيا. مكتبة. خصص الوالد في البيت غرفة تضم آلاف الكتب، يتوسط رفوفها مجلس للقراءة مكون من طاولة وعدة كراسي، وفوق الطاولة حاسوب ودرج يشمل عدة أقراص مدمجة. طالما لاحظت هناء وسعيدة والدهما وهو يدخل المكتبة ويغيب فيها لساعات، كانت تعرفان أنه يقرأ. تعجب للوقت الذي يقضيه في القراءة كل يوم. قالت هناء لأختها: والدنا يحب الكتب. فردت سعيدة: لأني لا أعرف ما فيها صرت مشتاقة لقراءتها. قالت هناء: وأنا أيضا. طلبت هناء من والدهما استضافتهما في مكتبه، رحب بهما وأخذ يشرح لهما محتوياتها. أحس الوالد بابنتيه وهما تشعران بشيء من الهيبة، فقدم لهما شرابا ثم عاد ليجول بهما بين رفوف المكتبة وهو يعرفهما بالكتب التي تحتويها والأقراص المدمجة ومحتوياتها. بعد تلك الجولة جلس الوالد إلى ابنتيه ينتظر منهما قول شيء. قالت هناء: يا أبي، هل قرأت كل هذه الكتب؟ رد عليها: ليس كلها. وسألته سعيدة: لماذا تقرأ لساعات في اليوم؟ رد عليها: لكي أثقف نفسي وأستمتع بمتعة القراءة التي لا تضاهيها متعة أخرى. وأنتما لماذا لا تقرأان الكتب؟ ردت هناء: نحن نقرأ كتبنا المدرسية. فقال لها والدها: جميل، لكنها وحدها لا تكفي لتثقيف الإنسان، فغذاء الروح كغذاء الجسد يجب أن يكون متنوعا غنيا. ماذا خصص الوالد في البيت؟ خصص الوالد في البيت غرفة تضم آلاف الكتب. يوجد في غرفة الكتب رفوف ومجلس للقراءة مكون من طاولة وعدة كراسي، وفوق الطاولة حاسوب ودرج يشمل عدة أقراص مدمجة. ماذا لاحظت هناء وسعيدة؟ لاحظت هناء وسعيدة والدهما وهو يدخل المكتبة ويغيب فيها لساعات. ماذا طلبتا من والدهما؟ طلبتا من والدهما أن يستضيفهما في مكتبه. نعم، رحب بهما وبدأ يشرح لهما محتويات المكتبة. إذا ما هو السؤال الذي طرحته هناء على والدها؟ سألت هناء والدها: هل قرأت كل هذه الكتب؟
وماذا سألته سعيدة وما هو جواب الأب؟ سألته سعيدة: لماذا تقرأ لساعات في اليوم؟ ورد عليها الأب: لكي أثقف نفسي وأستمتع بمتعة القراءة التي لا تضاهيها متعة أخرى. وما هو السؤال الذي طرحه عليهما أبوهما؟ لقد سألهما أبوهما: هل تحبان القراءة؟ ردتا أنهما يحبان أو يقرآن كتبهما المدرسية. وماذا قال لهما والدهما حول قراءة الكتب المدرسية فقط؟ أجابهما والدهما أن تلك الكتب وحدها لا تكفي لتثقيف الإنسان، فغذاء الروح كغذاء الجسد يجب أن يكون متنوعا وغنيا. صحيح، الكتب المدرسية وحدها لا تكفي، فالإنسان يجب أن ينوع مصادر الثقافة من خلال كتب أخرى ومجلات وجرائد وأيضا الإنترنت، فبالقراءة نطرد الجهل والبلادة وننفتح على كل ثقافات العالم. إذا انتهى درسنا، لا تنسوا الاشتراك للحصول على دروس أخرى جديدة، وإلى اللقاء.